صباح الخير يا جماعة. احنا كنا اتفقنا ان القناة بتاعتنا قناة ثقافية تعليمية اجتماعية. النهاردة هنخرج على المألوف حتة صغيرة وهقول لك انت لو عايز تعرف برجك الصيني في 3 خطوات. اول خطوة تشترك في القناة، 2 بتدق الجرس، 3 بتبعت لي سنة ميلادك مش يوم ولا شهر، هرد عليك فورا. اوكي يا جماعة، تاني لو عايز تعرف برجك الصيني ايه في 3 خطوات، بتشترك في القناة، بتدق الجرس، بتبعت في رسالة تاريخ ميلادك او سنة ميلادك، هرد عليك فورا. محمد البابلي.